مرحبا عائلة ريتشو نانوش، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. هاي رب سلم عليكم، رمضان كريم ومباركة طاعتكن حماد. انا هاي من جماعة حماد، لسه ما بتحكي بس تكبر لكم مباركة طاعتكن حماد. مزبوط؟ مزبوط. احنا ايه، طلعوا بلشت يعني، ها بلش يروحوا خف وبلش يروحوا. هذا الدواء كتير منيح، هذا الدواء الجو عم نعطي له دواء، عم نعطي له دواء. هذا برغش يا جماعة، صرت تكتب الكومنتات شغلات انا ما فهمت عليكم. لا لا هو برغش، هو برغش. على العموم اذا كنتوا اول مرة صرتوا شفتونا بالقناة ما تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين، لانه الوزة بتستاهل اللايك. اللايك للوزة والاشتراك للوزة. اليوم يوم الوزة العالمي، مو مزبوط منوش؟ عالمي. يوم الوزة العالمي. اليوم بدي اروح اجيب وزة اللي وعدتكم فيها، فخليكم معنا لانه نهارنا راح يكون كتير حلو ولذيذ وطعمته غير شكل للوزة. يعني مني ناكلك يا وزة، تعالوا معي. تعالوا نشوف ريتشو ما شاء الله عنه فايق الصبح بكير كتير. ايشو هاد يا ابو الريتش؟ ايشو هالنشاط؟ تعالوا هون، تعال شوف. ان شاء الله تعال. تأخرنا على السلامة. أخذنا على الزلمة. أي زلمة حبيبي؟ نجيب الوزة. يلا نجيب الوزة؟ ايه اليوم يعني؟ شعري ما مشطل لأنه إلي الرحمة بالكامل اليوم من قلبي، شايل الرحمة نهائيا. أيوة وزة هي مو حي الله. وزة عبال ما هيك أمسك لي جمل أو أمسك لي شي فيل طاير من فوق. فيل؟ فيل فيل إيه، من عظهر البناء يكون طاير وأمسكه. ليش الفيل بيطير؟ انا عندي بيطير. وين هو؟ مع باوليك انت جيد. هذا اللي عم طحطح تبعكم. هدول جيج، هدول وين الوزن؟ ليكن تحت. دي حبايب. ليكن ريتشو. اها هدول هدول. هنا هي. يوانو ها. ابو محمد هذيك بدي، هذيك البنية فيها بني وابيض. بجلغ هذيك البني والابيض. لك ما احلى كيف قاعدين؟ يا يوب على الله. والله مالي قلب شوف عم تنذبح. لا هدول هن وعايشين بتاكلوا. هن وعايشين باكلون. انا طارق مشوار ساعتين سفر لعندكم، وين رايحين انتم؟ والله لا اهريكم هري. يا يوب. لك ما احلى هون. ايه ايه وزة ده وزة. وهالصيصان. وين يا مريم هالصيصان؟ شو حلوين؟ يا الله ما احلاهم. هدول بحطوهم هون ماكينات مشان يتدفوا. انا ليكم ما احلاهم. كتش 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 كتش. يخافوا خافوا. ولي ولي رجيهم هون شلون حاطين البيض كمان على الفوق ماكينات. لا فوق 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 طلعوا ورجيهم شلون شلون الارقام هدول مشان يشلون البيض وحطوها بصير صواص طويله. بصير صواص هون هدول بيض حطوا هون طالع الصوص هون في رقم صوص تحت. يا علي انا شايفينه. شفت الصوص هذا؟ هذول فري. اه بيض فري. ايه ليش يا غلاء انت جوير؟ وهيك بمناخيره كمان رهيب عليه عرف من فوق. ها وميت هنا صحة. كلوا 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 حبيباتي كلوا كلوا. انتوا بس تكبروا انا بجي باخذكم. خليهم ربيهم الله يكبركم لا يدبركم. شفتوا؟ عم بقول لهم الله يكبركم لا يدبركم. انا عندي لك تعال اخذك معي. تعال بدي اخذك ليذبحك. تعال حبيبي تعال. انا حنون. انا حنون يا حبيبي حنون. انا انت حنون. تعال والله ليه ياكلك بلا رحمه. طلع بس قال له طلع بس. عرف في تصوير بدي خجلك. شوف اسمعي تعال تعرف معي مشوار صغير بس شوي ما بوينك ها بس شوي ما بده بس هذا هو الديك الرومي اذا بدكم لا اخذه معي. ليكو هاي نزلنا لعندهم معصبين. تعالوا شي تعالوا زيحنا شوف خليني عم صور. اشبك ليش خفت؟ لك بيهرجموا علينا بيهجم الوز بيهجم البط والوز. يا الله ما احلى هون والله حرام نذبحها. شو حرام؟ ما في حرام. تعالوا هون عصبوا هذا البط. ليكو ما احلى يا عمي ما عليك. انت عرفان البط من الوز مثلي انت. لا حبي هداك وز. ايه هذا بط بيجي قطعته نعمل بطه صح؟ بك بك بك. وهاي الوز نقينا بس ليكو عيونها زرق. وليه؟ عيونك زرق؟ يلا ما ليكو ليكو سنانه؟ يا ولي ايش بدي يصير فيكي اليوم؟ يا ولي ايش بدي يصير فيكي اليوم؟
بتعرفي شو يصير فيك؟ والله حرام نذبحها. بتعرفي بين ايدين مين وقعتي انت؟ بتعرفي بين ايدين مين انت اليوم؟ بين ايدين امينه. يا علي زعلانه. ليكوا رفقاتها؟ يا علي ايش رايك تروح معي مشوار؟ هاي ايش رايك تروح معي مشوار؟ يا ريت برجعك. وين بترجع؟ والله روحي شوي برجعه. يا علي ما احلى كتشي 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 حبيبي خليني اشيلها كثير حبيبي. هذا الابيض ايش رايكم تروحوا معي مشوار؟ ايش رايك؟ روحوا معي مشوار الله يوفقكم. وليك ننوش لا يعضك. انا كثير بحبك. لك بخرمش بخرمش انتبهي بخرمش. هي إيه خايف عم يرجو. ايش رايك تروح معي مشوار؟ لا ما في تروح معي مشوار. خليها خليني اخذه شوي. ما تقرب لي اخطاي. شو اعطيني اياه يا عمري. هي انت انت لحمك لسه غير شكل على ملوخيه بارانب. ايش رايكم بملوخيه بارانب؟ لا 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 عن جد ملوخيه بارانب طلع ما احلى ملوخيه. هو بينمسك من هون لارمد. يا يوب يا يوب دخ هو بينمسك من اذاني اصول الشغل. ننوش مزبوط عم يشتغل يعني اذا مسكني بضفيره بدي اكيف. كش 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 ما احلاك. يلا رجع على بيتك يلا. لا صوتك طالع. هي صوت حطوا مع اثنين اناث يا دول. ايوه اخ اثنين اخ اثنين متجوز اثنين. ايوه تركي هذا ولك صوته طالع كمان. ما ديش اكاي زغرب بعد ايش اسمه اجباري طح طح. يا الله على الجوانح لإلها. يا عمري يا عمري انا مسامحتيني انت مسامحتيني. ايه ريتشو خلاص شايفك 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 يا علي شلون ذبحها. حطيلي يا علي ميرا بصطلعها متكاغلة بفرجيكم اياها. بدنا ننقعها بالخل. ورجينا شلون ننقعها بالخل حمد. يلا طبعا هي مغسولة وجاهزة كل شيء منظف فيها. هلا بننقعها بالخل. بس سامحيني سامحتيني. اعطيني الفل. وهلا عم تنسلق حبيبتي. طبعا مو عم تنسلق سلق كامل لا بس انه تغلي وتقلب قلبتين بس. ايش بك؟ عم تنسلق حبيبتك؟ ايه الوزه. ايه فرجي الوزه حبيبتك عم إيه؟ تنسلق حبيبته. ايه بس تقلب لها هيك قلبتين المي يعني مو كتير بس شوي. عرفتوا كيف؟ ننوش عم تحضر الرز وهدول راح ينحطوا بالحشوه طبعا بقلبها الكاجو اللوز الصنوبر. الرز هذا بده ينحشى بقلبها وهي بدها تتخيط مع المكسرات. في انا بعد مخمر رز هذا بدي اطبخه مع اصفر هيك يطلع لونه اصفر لحتى مشان يعني يكون حواليها هيك 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 مزينها. بتعرفوا العين العين بدها تاكل بصير؟ ما بصير ما بصير. رح احط ورق غار احشيها من جوا بورق غار مشان الزنخه. ورح احط كمان هيل حبات هيل انه هو فيها نتفه زنخه. حسيت بالرغم انه حطيتها لما غليتها نتفي على الغاز حطيت له. ريتشو راح يجيب لي ورق زبده يا جماعه كمان لفه ورق زبده وحط لها سنيتها وحطها بالفرن. بس يا علي عن جد كثير تاخرنا فيها بدها وقت كثير. هي يعني يا ريت لو جايب لي قبل بنهار نقعتها بالخل ثاني نهار بلش فيها شغل. نقعت شي حوالي 3 ساعات هلا خليتها نتفي على الغاز. هلا بدي احشيها بالرز. لا لازم احشيها بايدي لانه ما راح تفوت المعلقه ابدا. مرة جاي وقت اللي بدك شيء بتحكيه قبل بوقت. هي عم تصوري؟ ايه عم تصوري. شغالة؟ ايه. نعم والله شغالة. حشية حشية ايه. لا تبخلي لا تبخلي عليها مشان اقول لك اي لاف يو. اي لاف يو اي لاف يو. حاليا هي اي لاف يو. انت ما في اي لاف يو لاشوفكم هلأ على الشغل ببين معي اي لاف يو. بس هي طلع ما بدها رز كثير بالحشوة. انا طابخة ما شاء الله منيح. يلا هي ورق الزبدة تجيني وقت اللي هي جيب لي هي ورق الزبدة. قديش بقى لنا يا دي الحبي؟ ما بعد ما ضل له شيء بده شيء ساعة يمكن. يلا هلا بتاكل لك شيء شغلة قبل ما تصير الرز. ما راح تخلص بالهين بعرف بدنا نتأخر شيء ساعة من الإفطار. معلش لا مليك ولا لقمة. ما باكل غير وزة. طيب. باكل لي تمرتين وبشرب مي وبسوي لي فنجان قهوة بتكون خلصت الوزة. يلا منين أكلك يا وزة؟ يلا يا بطل. ايه خيطيه 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 شوفوا لنا عم تتوجع يا حبيبتي؟ ها عم صار لك شيء؟ كانك عم تمسخري على الوزه. اه شوي شوي على الوزه ننوش شوي شوي على الوزه. تريدي الله يساوي فيكي مثله؟
اشبه انه ايه لا تستهزئي فيا بعدين الله بسايفينها مثلها وانتو الله بتريدوا يساويكم مثله وانا بتوقعوا بين ايدين هالظالم اللي بيشيل الرحمه وقت الاكل بتريدوا الله يساويكم مثله حطوا لها لايك اختي تعبت معنا تنهنت هلكتها وانا اخدها اجيبها وانا اخدها اجيبها من هون وهلا ننوش بدها تحضر التبله اللئيمه عندنا هون دبس بندوره دبس فليفله ومعلقه لبن للتحمر يعني تصير يعني يعطيها احمرار اي ما بصير انا اول مره بسمع اللبن بحمر هلا بنشوف هلا ببين معنا نتفه ملح وسبع بهارات حر وكزبره تون زيتون بنخلطهم مع بعض وبندهنها تعي معي تعي معي رايح اموت يا جماعه الخير طالوا الدنيا برا ليل رايح اموت انا ايه الدنيا ليل برا صلوا مقدن ساعتين ونص مالي خبر هيك الوزي بس معلش خليها ايش بدها يصير بالوزي معلش مثل ما قلت ما عندي مشكله نهائيا مقابل فداء الوزي نفديها في دمنا للوزي نحن مو بس من جوا كمان الوزي يلا داي تبي نانسي بعد على البخار طلع البخار حماد يا يوب تخيلك انا تخيلك يا افتح ورجيني زيديني عشقا زيديني يا انا باكلك يا بتاكليني شلت لها الخيط اخ شلت لها الخيط هذه اللي شو والله يا لطيف ليه الهور احمر يا لطيف ولا نار شو هذا سخن كثير شلون واحد ياكل لا بعدين هي خليها تبرد شوي دخيلكم غرغرت الدمعة بعيني ارجي لشوف اوعى تحترق حبيبي نار وضرب بالخمسة اذا مو بالخمسة بمشي الحال صحة خبرنا انت خبرتك انت خبركم غرامي عشقي طيبة ما نحط المكسرات على الحواليا صح 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 يلا خلينا نسبل الكاميرا شطه حره يعني الاكل بده حر اضرب يا خلف شايفينها هاي جيبوا منها اصليه راح بنزل منها التقليد انتبهوا خلينا نوش فاصل لك اياها هاي الفرده ملحق فقدت حبنا حطلع هيك شطه ونبلش حبي دبي بسم الله الرحمن الرحيم كثير ما طعميتهم انا لا هو اعطوني رايكم هاي شو رايك باللحمه؟ كل شيء بخص اللحم طيب في اطيب من اللحم؟ انا حسيت لحمه عاليه جدا كلي انت كلي وما عليك انا حصلت لك شطه؟ نعم يا ويلي نار كثير حرة هاي كثير بدي استناها تبرد بس ما بيجيني صبر والله ليك زرعت ولا ننوش اذا سويت فيكي مثل ايش بطلع منك لحم ايش بيت تعيان قول وزدي بطل دابا طيب عم بشرب بدك تدوبي عم فكر تشويني ريتشو ايش بعد يا زي شي يوم شفتوني هيك اختفيت على الكون فبيكون ريتشو شواني ما ادري ليش خطر في بالي هالسؤال قول وزدي حبيبي قول وزدي قال سويتهم كبسة سعودية جبت لك شقفة لحم هيك قدها حط لها هيك شطة الله ميت صحة وهالشي
اليوم سحوري زي شكل مسخنة. I love you. عشان برا ما دخلني. التبلة بتجنن النوش. ميت صح وانا حلو. وعن جد اللبن بيعطيه لون أحمر كتير حلو. انت على هون. ليش بتحس طعم اللحمة قريبة على الخروف؟ هلا بس شوي بس لأحس بخبرك. هلا ما لي حاسس على شيء. يا رح ياكل الوزة كلها بل لسه مو حاسس على شيء. نسيت أرش عليها شطة. وليش متوقعت اللبن؟ ورجيني إيدك يا عمري. ورجيني جناح عاطيك أنا. ليش بعمل ليش فرجيني إيديكي؟ فكرتي لألك؟ هو أكترت شعرنا. لا حبيبتي لا. جناح حتى ما بظن فيهم كتير لحم. لا أنتي. جناحاتك اللي ما فيه اللحمة مو جناحاتك. كأنه عم تشبهني كثير بالوزة، ايش في بالك؟ كده شويكي ها. اخ تعي اشوفك تعي. تعي شلون ما فيها؟ طلعي. شلون ما فيها يعني؟ شلون؟ بلا ما تاكل جلد. حبيبي. ما بموت لما اجي اليوم صايم متت من الجوع. سلامتك خلص بس جلدة لا تاكل جدا. ما حبيت اكل من جلد ابدا. لا تحبي خليني بطلت اكل. لا مو ناوي بس اخلص اسكت الفيديو برجع اكل. بتعرف ما عجبكم الفيديو؟ استمتعتوا؟ عملنا فيديو هيك يعني اول مره حدا فيديو مختلف وزي. فاذا حبيتوا الفيديو اطلبوا واتمنوا تكون اشويكم تمساح بشويها. تكون اشوينا النوش بشويها. ايش بدكم؟ انا جاي على بالي اعمل بعد هذا الفيديو بعد الكبسه السعوديه اعمل فيديو اشوي بطه. هي وزي اللي بده بطه يخبرني. بدي اشوي حمام، بدي اشوي كثير امور، بدهم ياخذوا المشاوير كلهم. فقولوا لي انتم ايش مشتهيين مشان انا اشتهي واكل. بحبكم كثير، بشوفكم فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بهيك فيديوهات، يعني عم نجرب قد ما فينا ونشوف الضحكه على وجوهكم. اللي لي قلبكم وشكرا كثير لدعمكم. اعطونا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لتنضموا لعائله ريتشو ننوش. تمام، بحبكم كثير، بنشوفكم فيديو جديد. باي.